صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 51 لسنه 2024 بتعيين مدير في وزاره المواصلات والاتصالات وذلك بناء على عرض وزير المواصلات والاتصالات جاء فيه يعين السيد محمد جاسم عبد الرحيم الحمادي مديرا لاداره الاتصال والتسويق في وزاره المواصلات والاتصالات